بما انه جاتني هاد لوكازيون باش نبيض سنيناتي باسكو يا اختي مدايرين لي الاحباط وهما هكا صفر، حبيت نجرب هاد لو برودوي. لفحم سيدتي سمعنا عليه بزاف بلي يبيض سنين، مي كنت خايفه واش من مارك نجرب باسكو فيه الكونتر فاسون، وحبيت حاجه ناتوريل باسكو سنينا ما نلعبوش بهم، وخيرت لا مارك مينياتور باسكو سي جون مارك اللي تبيع حوايج بيو طبيعيين 100%. دونك حبيت نجرب الشاربون تاعهم، دوك تشوفوا لي ريزولطا في الاخر. قبل حبيت نهضر لكم على الفوائد تاع الشاربون، كيما على بالكم يبيض سنين، ينحي الريحه من الفم، وثاني ينحي لي بروبليم تاع لاجونسيف، لي بروبليم تاع اللثه. هاد لو بروبليم نلقاوه بزاف عند الناس اللي يشربوا القهوه باسكو هي تصفر السنين. اللي عجبتني في لا مارك مينياتور سي كو الشاربون تاعهم فيه كونتيتي كبيره، لا بواط فيها كونتيتي كبيره تستفادوا منها نتوما والعائله كامل. نروحوا دوكا لطريقه الاستعمال، جيبي لا بروس ادون تاعك حطي فيها اون كونتيتي تاع الدونتيفريس، ومن بعد حطيها في هذاك الشاربون، هزي كونتيتي صغيره برك، ومن بعد حكي بها سنيك، اغسلي سنيك تاع واحد 2-3 مينوت هكاك، ومن بعد شليهم وشوفي لي الريزولتا. راح تريماركي بلي سنيك بيادو من اول استعمال. ودوكا باش تكومونديو لو برودوي دخلوا برك لاباج تاعهم ولا لو سيت اللي حنخليه لكم هنايا لتحت.